أم عيسى رحبت باللي وصلنا مع بناتها والفرح في خير حالي. للعريس أهدت بيوت الشعر فنا لأن مهرها صات له كل غالي. يا طيور السعد ذا الترحيب منا وصليها اليوم بل احنا الخيالي بالضيوف اللي لفونا في فرحنا الف حيا كل عالي القدر غالي. أم عيسى رحبت باللي وصلنا مع بناتها والفرح في خير حالي. للعريس اهدت بيوت الشعر فنا لأنهم مهر خصت له كل غالي. لأنهم مهر خصت له كل غالي. لأنهم مهر خصت له كل غالي. يا هلا بضيوفنا لحن ومعنا قلتها مرحب بكم عد الرمالي. كل من جاء والوفا باسمه تغنى به ترحب كل أبيات الجزالي. ارحبوا ملغيت فوق الأرض شنا يا الضيوف انتم كريمين الخصالي. ارحبوا ملغيت فوق الأرض شنا يا الضيوف انتم كريمين الخصالي. يا الضيوف انتم كريمين الخصالي. يا الضيوف انتم كريمين الخصالي. وللطلب بدون عقوبة أو استفسار التواصل على جوال 05-333-4-8-0-2-1. يوم عرسه تفرح الأكوان معناه كريم الأصل من خير الرجالي. بارك الرحمن له طيلة زمنا واسعده رب السما في كل حالي. واسعده رب السما في كل حالي. واسعده رب السما في كل حالي. يا طيور السعد ذا الترحيب منا وصليها اليوم بل احنا الخيالي. بالضيوف اللي لفونا في فرحنا الف حيا كل عالي القدر غالي. أم عيسى رحبت باللي وصلنا مع بناتها والفرح في خير حالي. للعريس اهدت بيوت الشعر فنا لأنهم مهر خصت له كل غالي. لأنهم مهر خصت له كل غالي. وللطلب بدون عقوبة أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-4-8-0-2-1. ارحبوا ملغيت فوق الأرض شنا يا الضيوف أنتم كريمين الخصالي. يا الضيوف أنتم كريمين الخصالي. يا الضيوف أنتم كريمين الخصالي. عرس عبد الرحمن الكل هناه عريس الخير يهناها الوصالي. يوم عرسه تفرح الأكوان معناه كريم الأصل من خير الرجال. يوم عرسه تفرح الأكوان معناه كريم الأصل من خير الرجال. بارك الرحمن له طيلة زمنا واسعده رب السما في كل حالي. واسعده رب السما في كل حالي. واسعده رب السما في كل حالي. يا طيور السعد ذا الترحيب منا وصليها اليوم بل احنا الخيالي. بالضيوف اللي لفونا في فرحنا وللطلب بدون عقوبة أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-4-8-0-2-1. بكم عد الرمالي. كل من جاء والوفا باسمه تغنى به ترحب كل أبيات الجزالي. ارحبوا ملغيت فوق الأرض شنا يا الضيوف انتم كريمين الخصالي. ارحبوا ملغيت فوق الأرض شنا يا الضيوف انتم كريمين الخصالي. يا الضيوف انتم كريمين الخصالي. يا الضيوف انتم كريمين الخصالي. عرس عبد الرحمن الكل هناه عريس الخير يهناها الوصالي.
يوم عرسه تفرح اخوان من وللطلب بدون حقوق او الاستفسار التواصل على جوال 05-333-4-8-021. يا طيور السعد ذا الترحيب منا وصليها اليوم بلحنا الخيالي بالضيوف اللي لفونا في فرحنا الف حيا كل عالي القدر غالي ام عيسى رحبت باللي وصلنا مع بناتها والفرح في خير حالي بالعريس اهدت بيوت الشعر فنا لانهم مهر خصت له كل غالي لانهم مهر خصت له كل غالي لانهم مهر خصت ضيوفنا لحن ومعنى قلتها مرحب بكم عد الرمالي كل من جاء والوفا باسمه تغنى به ترحب كل ابيات الجزالي ارحبوا ما لقيت فوق الارض شنا يا ضيوف انتم كريمين الخصالي ارحبوا ما لقيت فوق الارض شنا يا ضيوف انتم كريمين الخصالي يا ضيوف انتم كريمين الخصالي يا ضيوف انتم كريمين عرس عبد الرحمن الكل هناه وعريس الخير يهناها الوصالي يوم عرسه تفرح الاكوان معناه وكريم الاصل من خير الرجال يوم عرسه تفرح الاكوان معناه وكريم الاصل من خير الرجال بارك الرحمن له طيلة زمنا وسعد رب السما في كل حال وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-4-8-021.